قانون تبادل المعلومات، هذا قانون من القوانين الحديثة حتى على مستوى العالم، إذا ما قسته يعني بحداثته مقارنة بكل قوانين الشفافية. وهذا قانون يتيح للجميع، جميع أنواع الباحثين عن المعلومة، إن كانوا هذيل باحثين أكاديميين، إن كانوا باحثين اقتصاديين، إن كانوا باحثين دراسات جدوى، أيا كان موضوع البحث، فهي تتيح لهؤلاء الباحثين أن يطلعون على المعلومات اللي موجودة لدى الإدارات الحكومية وهيئات الحكومية. هذا موضوع مهم جدا. يعني اليوم أخي الفاضل، لا يكفي أنك أنت تنتظر ما تعطيه لك الحكومة من بيانات. هناك بعض، مش كل البيانات تخرج ولا كل الأنواع. يعني اليوم أنا في عندي تفاصيل معينة أستطيع من خلالها مثلا معرفة قدرتي على وضع نوع من الضرائب على الطرق، بس هذه تحتاج أعرف بالضبط من يستخدم الطريق بالعدد، أحتاج صحيح. أعرف كم كويتي، أحتاج أعرف كم غير كويتي، نوع اللي يقودونه من سيارات خاصة عامة إنشائية أو دراجات نارية. هذا كلهم الأنواع. من المفترض أن أنا لما أجي أعمل أي دراسة للطرق مثلا أو كثافة الطرق أو الزيادة السنوية في عدد الإجازات الخاصة، كل ذلك من المفترض أنه يكون متوفر إذا ما طلب الباحث. الآن حق المعلومات، حق المعلومات راح يحث كذلك الجهات الحكومية على أنها هي تنشر كذلك منها ومن نفسها من غير طلب. ولكن لنفترض تقاعس أو عدم اكتمال البيانات أو مثلا الموقع الإلكتروني لوزارة معينة، جاز للجميع أن يقدم طلب مكتوب ويجاب له. هذا يعزز من الشفافية في البلد، ويعزز من يعني أو خلينا نقول يبعد تهم عدم الشفافية والتضليل عن مؤسسات الدولة.